انت عارف ان شعار النادي الاهلي كان اول شعار للنادي الاهلي، اللوجو بتاعه متوجا على قمته التاج الملكي، هو النادي الملكي. ولكن ان تمنح ام كلثوم الوسام في النادي الاهلي، يقول لك ما كان للكمال ان يكتمل الا في النادي الاهلي. هذه قيمه النادي الاهلي، اللي من غير ما احنا محتاجين لا نرغي ولا نقول ولا نزايد ولا ندعي ولا نعمل اي حاجه، التاريخ هو الذي يعطيك الحقيقه عندما تلجا اليه. في ليله العيد. في ليله العيد، في كل ايامك، كل ايام النادي الاهلي عياد الحمد لله. باذن الله. عشان كده حلقه النهارده في ليله العيد مهمه جدا، فيها